اهلا بكم مشاهدينا الكرام، كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. بنتابع مع حضراتكم في هذه التغطيه مجموعه لاهم وابرز الاخبار واللي بتتعلق بتطورات الوضع في غزه، الاعمال العدائيه اللي بتقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي. بنتابع مع حضراتكم دايما لحظه بلحظه في تلفزيون اليوم السابع كل التداعيات الخاصه بالعدوان الاسرائيلي المستمر والشامل على الاراضي الفلسطينيه المحتله. نتابع مع حضراتكم في هذه التغطيه مجموعه لأهم وأبرز الأخبار اللي بتتعلق بهذا الملف الخاص بتطورات الوضع في غزة. في قراءة لهذه الأخبار، أول خبر معنا هو دخول المعدات المصرية لإصلاح طريق معبر رفح في الجانب الفلسطيني. ده أول خبر معنا، أنه بدأت أعمال الإصلاح الخاصة بطريق معبر رفح في الجانب الفلسطيني. أيضا في وقفة حاشدة بالجامع الأزهر، طبعا قبيل صلاة الجمعة، للتنديد بمجازر إسرائيل. ومن الأخبار الهامة وبتتعلق بتطورات الأوضاع في غزة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيعقد مؤتمرا صحفيا من أمام معبر رفح. وأيضا من الأخبار الهامة التي تتعلق بهذا الشأن، ولي العهد السعودي يجب الوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطين. ده طبعا كمان وقال وفرنا الصحة العالمية بتقول أنه وفرنا الإمدادات الطبية التي تلبي الحاجة الفورية لسكان قطاع غزة. خليني أعود مع حضراتكم مرة أخرى لهذا الخبر خاص بولي العهد السعودي اللي قال يجب الوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. زي ما قلت لحضراتكم دي مجموعة لأهم وأبرز الأخبار التي تتعلق بتطورات الأوضاع في غزة في الوقت الراهن. أيضا من الأخبار الهامة معنا هو زي ما قلنا الاستعدادات في معبر رفح لاستقبال الأمين العام، واللي بيصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمعبر رفح لمتابعة إدخال المساعدات الغذائية والإغاثية لأهالي غزة. من الأخبار الهامة أيضا معنا وزير الأوقاف الجزائري بيشيد بدور مصر، وزير الأوقاف الجزائري يشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية. وأيضا من الأخبار معنا اليوم التي تتعلق بهذا الأمر بدء تجمع المواطنين أمام المنصة تضامنا مع أشقائنا في فلسطين. خلونا نعرف أكتر تفاصيل أكتر عن هذه الأخبار، نستعرض معكم التفاصيل لهذه الأخبار. بداية هو بدء تجمع المواطنين أمام المنصة تضامنا مع فلسطين. الصحفي وزميل أحمد حسني كتب في سياق هذا الخبر أنه بدأ منذ قليل تجمع عدد من المواطنين بشارع النصر أمام المنصة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. ده طبعا تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة. وهتف المواطنون بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك يا ريس، فوضناك يا سيسي. وأيضا من المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم. هذا الخبر الخاص بوزير الأوقاف الجزائري الذي يشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية. خلونا نستعرض تفاصيل أكثر عن هذا الخبر. أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري بدور مصر الكبير في دعم ومساندة القضية الفلسطينية. وأيضا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيم الذي رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم، مؤكدا أن مصر في الطبيعة ترحب بهم ولكن ليس بأن يتم تهجيرهم قسريا. وأيضا قال في تصريحات خاصة على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء الفتوى وتحديات الألفية الثالثة الذي اختتم أعماله أمس أنه بيجب على قادة العالم العربي وأصحاب الضمائر، يجب عليهم أصحاب الضمائر الحية، يجب عليهم جميعا أن يتحدوا من أجل وقف قتل الأطفال والنساء. طبعا منع الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني واللي بترفضه كافة الأديان السماوية. أكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الفطرة السوية، هي قضية عادلة لن تسقط بالتخاذل أو التكاسل. أكد أيضا أنه لا وجود لتفاهم خارج دائرة فلسطين والشعب الفلسطيني. وقال أيضا ندعو من كل منابرنا ونطالب أن يلتزم هذا المحتل باللوائح الأممية وأن يترك هذا الظلم والتهجير الممنهج والإبادة والتطهير العرقي. زي ما قلت لحضراتكم احنا في هذه التغطية بنستعرض كل التفاصيل الخاصة بتطورات الأوضاع في غزة، القصف الإسرائيلي المستمر والشامل للأراضي الفلسطينية المحتلة،
وصول أعداد الشهداء حتى هذه اللحظة لأكثر من 4000 شهيد، بنتحدث عن أكثر من 12000 إصابة، أعداد كبيرة بالألاف من الشهداء والمصابين والجرحى. تابعنا طبعا خلال الأيام الماضية القصف الإسرائيلي العنيف لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 800 شهيد وربما يصل هذا العدد لألف شهيد. وتابعنا طبعا أمس قصف كنيسة الروم الأرثوذكس، وتابعنا طبعا كان هذا القصف يعني العنيف على هذه الكنيسة أسفر عن وقوع الآلاف أيضا من الشهداء. الحين كشفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس عن تجهيز المنظمة 5 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية العاجلة في انتظار دخولها إلى قطاع غزة. وأيضا قالت هاريس إن هناك 5 شاحنات للمنظمة محملة بالمساعدات الطبية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة التي من بينها الضغط والسكر، وتتضمن أيضا معدات ومستلزمات لإجراء العمليات الجراحية التي تتطلب التدخل بشكل عاجل وفوري، ومنها عمليات الولادة، وأيضا هذا في إطار تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة في إطار التخفيف عن وطأة معاناتهم. وأشارت إلى أن هذه المساعدات تلبي الاحتياجات الفورية لنحو 300,000 أسرة أو 300,000 شخص في القطاع، وأعربت الحقيقة في الوقت نفسه عن أملها في فتح ممرات آمنة لإيصال كل المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني، إيصال كل هذه الإمدادات إلى متضرري الأحداث الراهنة في قطاع غزة. ويأتي هذا في الوقت الذي قدمت فيه روسيا وأيرلندا مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في غزة تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف وأيضا المتواصل على القطاع. ما زلنا نستعرض مع حضراتكم هذه التفاصيل بالأخبار الخاصة بتطورات الأوضاع في غزة والأعمال العدائية والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الخبر القاهرة الإخبارية تقول إن الاحتلال يفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى. في سياق هذا الخبر كان كتب الحقيقة الصحفي والزميل محمد عبد العظيم إنه أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أفادت بأن الاحتلال يفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بالأمس المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية بمدينة القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغربة ونفذوا جولات استفزازية في باحته. ينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني كما هو الحال بالمسجد الإبراهيمي في الخليل. كانت من الأخبار الهامة أيضا لابد أن نستعرضها مع حضراتكم من الأخبار الهامة التي تتعلق بتطورات الأحداث المتسارعة في غزة، كان تم نشر عدد من الأخبار أمس تابعناها بالتأكيد كلنا على كل منصات التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا تفيد بأنه تم حذف سيناء من الخريطة، لكن الحقيقة اليوم جوجل ترد على هذه المزاعم بأن حذف سيناء من الخريطة لم يحدث. جوجل ترد على هذه المزاعم التي تفيد بأنه تم حذف سيناء من على الخريطة، ترد جوجل اليوم وتقول أنه هذا لم يحدث. وكتبت الزميلة الصحفية والزميلة هبة السيد، كتبت بأنها أكدت شركة جوجل العالمية بأنها لم تجري أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على خرائط جوجل. وأيضا أوضحت الشركة في بيان اليوم الجمعة بأن خرائط جوجل لا تظهر شبه جزيرة سيناء على الخريطة لأن خرائط جوجل لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول، بل تظهر فقط في حال البحث عنها. وسبق أن تداول كما ذكرت مع حضراتكم مستخدمو كل مواقع التواصل الاجتماعي صور تزعم حذف سيناء من على خرائط جوجل، وكما أكدت معكم أنه ردت جوجل اليوم بأن هذا لم يحدث. طبعا هذا في أعقاب الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو ما ترفضه القيادة السياسية. وكذلك خرجت مظاهرات شعبية في عدد من ميادين الجمهورية لتفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي، وأيضا دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
كانت هذه يعني محاولة لنستعرض مع حضراتكم مجموعة لأبرز وأهم الأخبار التي تتعلق بتطورات الأوضاع في غزة. نتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة من شاشة التلفزيون اليوم السابع كل التداعيات وكل المستجدات الخاصة بهذا الأمر. نتابع مع حضراتكم على مدار الأسبوعين الماضيين كل الأعمال العدائية والانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتهكة كل قواعد القانون الدولي، اتفاقيات جنيف، كل القواعد والمواثيق الأعراف الدولية. دي كانت أبرز التفاصيل. بشكر حضراتكم على المتابعة. كونوا معنا دائما على شاشة اليوم السابع. إلى اللقاء.